السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أهنئكم بيوم عرفة العظيم، هذا اليوم العظيم اللي هو من أعظم أيام العام الذي ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عن فضائل هذا اليوم العظيم، وأهنئكم أيضا بقرب مجيء عيد الأضحى المبارك، عاده الله دايما عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات، ويا رب يجعل عيد الأضحى اللي جاي بإذن الله اللي هو مش ده اللي بعده ما يجيش غير وكل واحد من اللي بيشوف الفيديو يحقق كل ما يتمناه وكل ما يحلم به بإذن الله. فيديو اليوم إن شاء الله عز وجل أنا هكلمكم عن دعاء عظيم جدا، هذا الدعاء بإذن الله إذا قلته في يوم عرفة في أي وقت من أوقات هذا اليوم العظيم بإذن الله عز وجل ستكون من الفائزين دنيا وآخرة، سيرزقك الله من حيث لا تحتسب وستبدأ صفحة جديدة، وسيعطيك الله بإذن الله عز وجل رزقا وخيرا وفيرا لن تتخيله، بس بشرط أن تقول هذا الدعاء بيقين. ويوم عرفة يا جماعة هي من الأيام المحببة جدا أن تدعو فيها الله عز وجل، واليوم ده يعتبر من أعظم الأيام، فمن الممكن أن تكون أذنبت كثير جدا في الأيام السابقة، وبسبب هذا اليوم تمحى جميع ذنوبك وتغفر جميع سيئاتك وتبدأ صفحة جديدة، ويرزقك الله من حيث لا تحتسب، يعني بس مش هيغفر لك ذنوبك، لا ده هيرزقك من حيث لا تحتسب ويعطيك مال كثير بإذن الله. اليوم ده ليه قيمة عالية جدا عند الله تعالى والسنة القادمة. يعني ايه؟ يعني لو انت صمت اليوم ده وتعبدت فيه لله عز وجل ذنوبك السنة الماضية ستمحى وذنوبك السنة القادمة ستمحى. شوفوا عظمة اليوم ده عند ربنا ازاي. وطبعا الذي حثنا على الدعاء في يوم عرفة واللجوء لله عز وجل هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء يوم عرفة، يعني أفضل دعاء تدعي لله عز وجل هو هذا اليوم اللي هو يوم عرفة. وفي يوم عرفة يوم العتق من النار، الله تعالى بيعتق عباده من النار في هذا اليوم، كما في حديث رواه مسلم وهذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أفضل أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وكمان من مميزات هذا اليوم أن الله تعالى يباهي بأهل عرفات أهل السماء. إذن هذا الدعاء عظيم جدا وله ثمرة عالية جدا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. فبإذن الله عز وجل يا أحبابي هبدأ بإذن الله في ذكر الدعاء والتفاصيل، بس قبل ما أبدأ في ذكر الدعاء أتمنى لو أنت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك، ونبدأ على طول بإذن الله عز وجل في ذكر التفاصيل والدعاء بإذن الله تعالى. طبعا يا جماعة هذا الدعاء الأفضل تقولونه في يوم عرفة. طب في أي وقت في يوم عرفة يا عبد الله؟ يجوز أي وقت، اختر أي وقت من أوقات هذا اليوم العظيم اللي هو يوم عرفة، اختر أي وقت وابدأ في تطبيق الدعاء وقراءة الدعاء. فبإذن الله عز وجل هذه الفائدة الشرط الأساسي فيها أن هي تبقى في يوم عرفة، ولا يشترط في هذه الفائدة وقت معين، يعني ممكن تعملها في أي وقت. والأفضل وانت داخل تقرأ الدعاء وتعبد الله عز وجل وتذكر الله عز وجل أن تكون طاهر الثياب والبدن، وأن تكون متوضئ، وأن تكون واضع رائحة طيبة زي المسك زي أي رائحة طيبة، ده الأفضل. فهتبقى واضع رائحة طيبة وتبقى جالس، والأفضل هنا أن تجلس في غرفة لوحدك، وإن لم يتوفر غرفة لوحدك فالأفضل تقعد في مكان فيه هدوء، يعني بحيث ان محدش يقطعك وانت تقرأ الدعاء، يعني وانت بتقرأ الدعاء الافضل ان محدش يقطعك. وهتبقى جالس بإذن الله ومتجه للقبلة، واول حاجة هتعملها هي ان انت هتبقى جالس طبعا، واول حاجة هتقوم بفعلها ان شاء الله هتقول سبحان الله 99 مرة. طب في ناس هتيجي تقول لي يا عبد الله هو لو انا قلت سبحان الله مثلا 98 يجوز، 97 يجوز، يعني العدد ليس إلزامي، بس الأفضل أن أنت تقولها 99 مرة. وإذا الخطوة الأولى في الفايدة بإذن الله هي أن أنت هتقول سبحان الله 99 مرة. بعد ذلك بإذن الله عز وجل هنيجي للخطوة الثانية، وهي أن أنت هتقول الله أكبر، هتقول الله أكبر 99 مرة أيضا. يبقى إذا الخطوة الأولى سبحان الله 99 مرة، أما الخطوة الثانية الله أكبر 99 مرة. بعد ذلك هنيجي لتالت خطوة بإذن الله، وهي أن أنت هتقول الحمد لله 99 مرة. يبقى إذن سبحان الله 99 مرة، الله أكبر 99 مرة، الحمد لله 99 مرة. بعد ذلك بقى هنيجي لأهم خطوة في الفايدة، وهي أن أنت هتقول الدعاء العظيم اللي هو هقوله لكم ده، هتقولون هذا الدعاء بإذن الله عز وجل 3 مرات بالعدد، 3 مرات. طب ايه بقى عبد الله الدعاء اللي هو الدعاء المذكور اللي هو اهم حاجه في الفايده اصلا واهم شيء في الفيديو؟ ايه عبد الله الدعاء اللي احنا هنقوله 3 مرات؟
الدعاء بإذن الله عز وجل هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أتم علينا نعمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلينا نظرة رضا نتوب بها إليك، وقد استعينا بك عمن سواك يا كريم. اللهم إني أعوذ بك بعزتك أن تضلني. اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر، فإنك قريب مجيب غفار يا أرحم الراحمين. هذا هو الدعاء إن شاء الله اللي أنتم هتقولونه 3 مرات. طبعا بإذن الله أهنئكم بمجيء عيد الأضحى وأهنئكم بهذا اليوم العظيم، والتفاصيل بتاعة الفايدة إن شاء الله عز وجل مذكورة في صندوق الوصف تسهيلا عليكم أحبائي. فبس كده يكون الفيديو خلص. أتمنى لو استفدتم من الفيديو تضغطوا على زر اللايك وتدعوا لي دعوة جميلة. بس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.